مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل، حلقة جديدة من برنامج فيوتشر سبورتس، حلقة مليئة بالأخبار المحلية والدولية وأبرز زيارة الشيخ أحمد الفهد لبيروت يلي رح نحكي أكثر عنها خلال حلقتنا. مساء الخير صبحي. مساء الخير لك فارس، ومساء الخير لكل جمهور الرياضة يلي بتابع تلفزيون المستقبل مثل العادة كل نهار اثنين وخميس فيوتشر سبورتس بهالتوقيت 10:30. نهار الاثنين بيكون براوند اب لكل الأخبار المحلية العربية والدولية، وأكيد نهار الخميس بنكون مع مقابلات خاصة بعالم الرياضة والمشاكل الرياضية يلي كتيرة بلبنان كمان. كتيرة دايما. على كل حال تمام طويل لأنه عنا حلقة مليئة بالأخبار. خلينا نبدأ نحن وياكم مع زيارة الشيخ أحمد الفهد والرئيس ميشيل سليمان يلي عم يمنح الشيخ أحمد الفهد وسام الأرز تكريما لجهوده الداعمة للرياضة اللبنانية. فقلد الرئيس ميشيل سليمان رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأسيوي أحمد الفهد وسام الأرز تكريما لجهوده الداعمة للرياضة اللبنانية. وكانت زيارة الفهد للبنان مقررة قبل أكثر من أسبوعين بس تأجلت بسبب مهمة رسمية للفهد مع أمير دولة الكويت، وهيدي كانت بداية الزيارات يلي كان عم يستهلها الشيخ أحمد الفهد اليوم، وكانت مع فخامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. فارس، كمان بإطار جولته الشيخ أحمد الفهد استقبله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل ظهر اليوم بعين تيني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس منظمة اللجان الوطنية بآسيا الشيخ أحمد الفهد الصباح، والسفير الكويتي بلبنان عبد العال القناعي ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام وعضوي اللجنة طوني خوري وهاشم حيدر ورئيس اللجنة السابق اللواء الركن سهيل خوري وعدد من المسؤولين الرياضيين كانوا ضمن الوفد يلي زار الرئيس بري بعين تيني. كمان الجولات اتبعت واستقبل الرئيس مئات رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه بالعالم ورئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد الصباح، عم بيرافقوا ايضا المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي السيد حسين مسلم ومدير اداره الالعاب الاسيوي بالمجلس الاولمبي الاسيوي حيدر فرمان بحضور سفير الكويت عبد العال القناعي. وبعد اللقاء قال الشيخ صباح: تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس مئاتي، وأيضا نقلني له شكر العائلة الأولمبية الدولية وتقدير على تفاهم الحكومة اللبنانية من خلال وزير الشباب والرياضة بإيجاد قوانين تتماشى مع الميثاق الأولمبي وبتجنب الرياضة اللبنانية أي عقوبات دولية بهالمجال. وبنحمد الله أنه تفهم دولة الرئيس ودعم معالي الوزير وتعاون الأسرة الرياضية اللبنانية وقدرنا أنه نتجنب هالمرحلة مثل هالنوع من القرارات. كمان صبح ختام زياراته كانت بمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببيروت، وقت كان إلى جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور فيصل كرامي، وكان في له مؤتمر صحافي ولقاء وديع مع العائلة الرياضية اللبنانية والاتحادات الوطنية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ومثل ما كان عم يشكر الكل على هالاستضافة الجميلة، وكان عم بلخص يعني الزيارات يلي قام فيها اليوم وحكي عن الدورة العربية ودعم الكويت للدورة العربية إن شاء الله ودعم للرياضة ككل، وما بينسى أنه هو ببلده الثاني لبنان علما أنه ولد هون بلبنان. أما وزير الشباب والرياضة الدكتور فيصل كرامي فأكيد شكر الضيف على هالزيارة الحلوة، وكان عنده شرف أنه تعرف عليه خلال هالنهار يلي صار، وأكيد إن شاء الله الكويت ولبنان مع بعض نعمل شغل بعالم الرياضة كتير كبير. كمان بدنا نتابع الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اللجنة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، كان عنده مقابلة خاصة مع تلفزيون المستقبل أجراها منسق عام قطاع الرياضة بتيار المستقبل والمشرف العام على الرياضة بتلفزيون المستقبل الزميل حسام زبيبو. خلينا نتابع المقابلة مع الشيخ أحمد الفهد اللي هي مقابلة حصرية للفيوتشر. شيخ احمد بدي رحب فيك بدايه على شاشة تلفزيون مستقبل، وبدي هنيك على الوسام اللي حصلت عليه حضرتك من رئيس الجمهوريه اللبنانيه اليوم، وسام يضاف الى الاوسمه العديده اللي حضرتك بتحملها وليس فقط على صعيد الرياضه. بدايه بدي اعرف من حضرتك تقييم لزيارتك للبنان اللي استمرت لنهار واحد بس. اولا سعيد ان اكون في بلدي الثاني لبنان، وسعيد يعني هم قصر مده الزياره الا اني يعني حظيت كما هي العاده
في يعني في الضيافه اللبنانيه وبلغاء جميع الاطياف والقيادات ولله الحمد لما يجمعنا معهم بعلاقه اخوه ومصالح ومشتركه وحرص على 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 المنطقه وعلى وضع العام. انا في هذه الزياره اتيت بثوبي الرياضي بعد ان شرفني فخامه الرئيس سليمان في منحي وسام الارز، وهذا الوسام يعني يعتبر من الاوسمه اللي راح يكون لها مكانة خاصة في قلبي، لأن لبنان لها مكانة ووضع خاص، وخاصة أنا من مواليد لبنان، لذلك يكون يعني جميل أن أحظى بهذا الوسام، رغم من قناعتي وإيماني بأن ما نقوم به أو عندما نساعد أو نساهم بشكل أو بآخر لدعم أي مجال من مجالات المختلفة في لبنان الشقيق هو واجب، ولا نحتاج فيه لا وسام ولا حتى كلمة شكرا، لأن هذا واجبنا وقناعتنا ومحبتنا أولا الشخصية، وثانيا ما يجمع البلدين وخاصة بين القيادتين وبين الشعبين من علاقة وطيدة استمرت لسنين وسنوات، يعني أصبحت أكثر من عائلة وبيت واحد ولله الحمد. إلا أن يعني اليوم حظيت بهذا الشرف وهذا التكليف، وهذا إن شاء الله بيزيد من مسؤولياتي تجاه بلدي الثاني لبنان. هل هناك من خطة لدعم لبنان رياضيا؟ يعني أنا أعتقد في هذه المرحلة إحنا قاعدين تكلمنا على ثلاث نقاط مهمة، وكان اليوم لي يعني شرف مقابلة معالي الوزير وفي مسؤولياته على قطاع الشباب والرياضة، واللي وجدت منه كل تفهم ودعم لهذه الملفات. الملف الأول كان ملف العقوبات الرياضية على الحركة الرياضية اللبنانية بسبب أن قوانينها لا تتماشى مع المواثيق الأولمبية، ويمكن اليوم تعاني لبنان من اتحاد السلة وإيقافها، وهو اتحاد نوعي شكل، ولكن نعم، ولكن القرار الأعم سيكون يشمل كل الرياضات بما فيها الرياضيين، مشاركتهم تكون تحت العلم الأولمبي كما تم بالكويت، والآن يمكن الهند تشارك تحت العلم الأولمبي، ولذلك كنا حريصين أن لا يتم مثل هذا الإجراء على لبنان، ولكن لله الحمد بمبادرة من معالي الوزير وتفهم من دولة الرئيس ميقاتي والعلاقات، يعني استطعنا أن نجعل العلاقات والتفاهم بين الحركة والأسرة الرياضية اللبنانية، أوجدنا قانون أو مقترح قانون، خلينا نقول مقترح قانون يعني يبعد شبح الإيقاف عن الحركة اللبنانية، ووجد كل دعم من قبل الحكومة والقطاع الحكومي الرياضي والقطاع الأهلي الرياضي، وأخذ إجراءاته، ونحن يعني بحكم علاقتنا مع لبنان نتفهم بأن الوضع اليوم بالآليات المتاحة لا يسمح لإصدار قانون، ولكن حسن النوايا التي بذرت أعتقد كانت كفيلة بجعل المرحلة مرحلة مؤقتة، والصبر حتى يتم إن شاء الله بالقريب العاجل إعادة الآلة الديمقراطية اللبنانية وعودة القرار اللبناني لاتخاذ مثل هذا القانون إلى حيز التنفيذ، ومن ثم يتلاشى نهائيا مثل هذا التدخل أو مثل هذا الإيقاف الذي سيأتي من المنظمات الدولية. الثانية أيضا يعني لا زالت لبنان يعني تهتم في استضافة بعض المنافسات، يمكن الجاية يعني راح يكون البطولة العربية، ولذلك أيضا يعني كما ساهمنا في البطولة العربية 97 الآن رغم أنها أكثر أريحية واستقرار لبنان، إلا أن يعني يجب أن يكون لمزيد من التطور في هذا الجانب، وهذا ملف سيتم مناقشته إن شاء الله بإمكانية التعاون كما كانت العادة لدعم الملف في استضافة البطولة العربية في لبنان، نتمنى لها التوفيق والنجاح في هذا الملف. الملف الثالث هو كان علاقات الاتحادات في اتحاداتهم الدولية يعني المساحات سواء بالإنجاز الرياضي الإداري أو الفني، ويعني لله الحمد نحظى بعلاقة متميزة مع كل الاتحادات النوعية في لبنان، ولذلك يعني حرصنا على تواجدها في كثير من المنظمات الدولية، واللي احنا سندعم هذا التوجه للمرحلة القادمة سواء ممثلها في اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الأولمبية الآسيوية أو اتحاد البنتاثلون أو اتحاد القدم الآسيوي أو غيرها من المنظمات، حتى يعني تظل لبنان متواجدة في هذه المنظمات الرياضية. بدي شوي استغل وجودك واحكيك عن الرياضة العربية، هل انت راضي من الموقع الاسيوي اللي انت فيه والموقع الدولي على الرياضة العربية؟ اعتقد اننا نستطيع ان نعمل اكثر من ذلك على المستوى الفني في عالمنا العربي، اعتقد ان هناك تراجع
في أهم اللعبات في هذه المرحلة أن يتأهل 4 أو 5 إلى الدور النهائي لكأس العالم ولا يصل أي فريق في هذا البطولة للدور الثانية الآن. أعتقد هناك قضية يجب أن تناقش، مع أنه في نفس الوقت نجد هناك تنافس شديد على المنافسة الإدارية. أعتقد هذه من القضايا اللي ممكن أن تناقش في مرحلة استقرار القارة الآسيوية بعد الانتخابات الأخيرة بالاتحاد الآسيوي. أيضا ناهيك عن لعبات أخرى كألعاب القوى وتراجعنا في إنجازاتها، ناهيك عن السباحة اللي لحد الآن نحن نعمل على المستوى الآسيوي ولم نستطيع أن نكون من ضمن المؤهلين. بعض الألعاب كرة السلة أيضا، يعني إحنا لازال الإخوان السوريين اللبنانيين الأردنيين القطريين متميزين كانوا في مساحاتهم في كرة السلة. أنا أعتقد هناك تراجع بسيط للجانب الفني في 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 غرب آسيا، إحنا متميزين للمنطقة العربية وما يطلق عليها غرب آسيا. أتمنى من أتمنى من المنفذين لهذه الأنواع النوعية والألعاب إعادة تقييم هذه المرحلة من جانبها الفني وليس الإداري فقط. لا يستطيع اللعبة أن تحافظ على نجوميتها دون التطور مع آلياتها. لا يستطيع الإنسان أن يختات من تراثه وتاريخه ليبقى حق الحاضر والمستقبل. عليه أن يفتخر بماضيه، ولكن عليه أن يعمل من أجل الحاضر والمستقبل. أنا أعتقد في الماضي كانت الآلية الخاصة بالكرة الآلية من خلال أندية ومدارس ومراكز الشباب هي المنتجة، لأن ذاك الوقت كان وقت الهواية الأمترز. فذيك المرحلة أنا أعتقد كان في بنية تحتية ساعدت على ظهور هذه المواهب. أنا أعتقد المرحلة الحالية هو الاحتراف ودور الاحتراف والنظام الاحترافي هو الذي ينتج المدرسة الحديثة ونجوميتها. هذا الجزء معطل عندنا، مش المثل المعطل عندكم، هذا الجزء المعطل عندنا في الكويت. نريد أن نخرج بكرة قدم دون أن نستثمر في بنية تحتية لكرة القدم، في أوجاد الاحتراف، في أوجاد الجهاز الفني القادر على التطوير. لم تعد يعني آليات العهد الماضي هي القادرة على تطويرها للمستقبل. الكويت كما تعلمون فيها احتراف جزئي وهو معترف، هو عبارة عن مكافأة ولا يوجد فيها المحترفين بمعنى الاحتراف بشكل الكامل. بنية تحتية أيضا الآن إعادة إعمارها، ولكن راح تأخذ يعني وقتها نتيجة يعني أهم ظروف السياسية الداخلية في مثل هذا الجانب. فلذلك لا نستطيع أن نعود للنجومية، ولا هي نفس البلد اللي انتجت الأول تستطيع أن تنجز الجديد، لكن عليك أن تهيئ البيئة والظروف المناسبة. الشهيد رفيق الحريري كان رمز من الرموز التي بدأت في عودة لبنان إلى المحافل الدولية وبنيتها التحتية. كانت في تلك المرحلة في أصعب مراحلها، وخاصة كانت آخر بطولة قبل أن تنتقل إلى لبنان في سوريا. وعندما أبدل رحمة الله عليه الرئيس الحريري يعني رغبة في استضافة الألعاب، ما في شك كنا من أول المؤيدين. وتم الاتصال بسمو الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه أيضا اللي يعني أثنى على هذا القرار ودعمه بشكل إيجابي. ومن بعد اشتغلت آلة التنظيم. ذاك الوقت وين كان لبنان واليوم وين كان لبنان؟ ذاك الوقت لا منشآت الرياضية كانت استكملت، لا المدينة الرياضية كانت استكملت، حتى الكهرباء ذاك الوقت كان فيها مشاكلها أكبر في هذه المشاكل. لكن كان إصرار الحكومة اللبنانية والرئيس الحريري ودعم أيضا فخامة رئيس الجمهورية، يعني اشتغلت الآلة في إعادة إعمار البنية التحتية والمنشآت الرياضية بشكل أو بآخر، وخرجت البطولة العربية من أجمل البطولات العربية. هذا كان بالنسبة إلى المقابلة الحصرية اللي أجراها تلفزيون المستقبل. منتابع مع أزمة كرة السلة اللبنانية ومؤتمر صحافي كان من 3 أيام تحديدا لرئيس سيد الحكم السابق الأستاذ جورج شهوان، يلي أطلق المبادرة الأخيرة وأعلن يعني وكأنه رفع إيديه العشرة، خلص هي آخر مبادرة صبحي، ما رح يحكي بقى بكرة السلة. ولهلأ الاجتماعات بعدها مستمرة. اليوم معقول كتير يتحدد مصير نادي الحكمة، إذا رح يروحوا لانتخابات، إذا رح يكملوا بالقضاء، أو رح يلاقوا الحل، لأنه كان عم يعطي حل وهو دخول إليم شنطف الطرف الثاني يعني من الصراع باللجنة الإدارية إلى جانب بريزدان
أري شلهوب. نسمع نحن وياكم أبرز يلي إجا بالمؤتمر الصحفي. أعلن الرئيس الأسبق لنادي الحكمة جورج شهوان عن مبادرة جديدة لحل أزمة النادي في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بمنطقة كورنيش النهر، وأكد خليله أن ستكون الأخيرة، وإلا فأن الأمور ستذهب إلى المواجهة في الانتخابات المقررة في تشرين تاني المقبل، وقد تؤدي الأمور إلى الخراب في حال تفريغ النادي من لاعبينه الأساسيين. لهاللحظة بالذات ما في حل، لهاللحظة بالذات بعدنا مفاوضات وبعدنا مبادرات. هأسرد شو كانت مبادرة المطران مطر يلي تم الاتفاق عليها بالمطرانية، بس كان فيها نقطة ضعف واحدة. هقول شو هي المبادرة وارجع اقول شو كانت نقطة الضعف تبع هالمبادرة. المبادرة كانت بتقول انه فورا يصار الى رفع ووقف جميع الدعاوى الجزائية والمدنية وكل شيء له علاقة بدعاوى متعلقة بنادي الحكمة. اثنين، الطلب من وزارة الشباب والرياضة الغاء الانتخابين، لانه مثل ما بتعرفوا كان في دعوتين لانتخاب لجنة ادارية من رئيسين كل واحد بيعتبر حاله انه هو رئيس لنادي الحكمة، من جهة إلي مشنتف ومن جهة مارون غالب، كان في دعوتين لانتخابات. شهوان أكد أنه من حق إليم شنتف أن يكون ضمن الهيئة الإدارية ولا يجوز أن يكون الحل على حسابه، وقال تدخل المطران بناء على طلب شخصي مني، ولكنه غير راضي عن الحال اللي قالت إليها الأمور، وإلى الآن لا يوجد حل، وأنه كل الخطوات مطروحة مستقبلا، ومنها سحب اسم الحكمة من النادي، وذلك بقرار قد تتخذ المطرانية في حال عدم التوصل إلى توافق. كمان منتابع فارس مع كرة السلة اللبنانية، يعني أزمة الأخيرة اللي توقف فيها الاتحاد اللبناني كانت كارثة بعتقد على كل الصعد، وخصوصا أنه كتران البطولات الودية العربية، يعني مؤخرا كان نادي القادسية نظم بطولة بالكويت وانمنع من أنه يعزم أي فريق لبناني، وربح نادي القادسية بمشاركة عدد كتير كبير من الفرق العربية. هلأ الاتحاد العربي لكرة السلة، فارس هون معلومة، بلشت بطولة الأندية العربية بمشاركة 6 فرق ببنغازي الليبي، بيستضيف النادي الأهلي بنغازي بليبيا 28 نوفمبر في بطولة بنادي الجزيرة بأبو ظبي، بثلاث الشهر بديسمبر في بطولة بدبي، وكل هيدول لبنان محروم منها، غايب عنه. على كل الأحوال الأزمة الأخيرة لكرة السلة اللبنانية مع كل المساوئة اللي كنا عم نذكرها من شوي، أثبتت أنه الجمهور اللبناني والمتابع للعبة صار أبعد بكتير من كل القيمين على هاللعبة، وأكيد في حملة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بقودة ناشطين رياضيين على المواقع بتطالب بعودة اللعبة فورا. We want Lebanese basketball back. خلينا نتابع التقرير ونشوف سوا شو عم يصير. من وقت بلشت كرة السلة اللبنانية التطور كان كل شيء ماشي إلى الأمام مع الراحل أنطوان شويري، إلا اتحاد اللعبة يلي كان دايما إلى الوراء، والأزمة الأخيرة وتوقيف لبنان من قبل الاتحاد الدولي للعبة مع كل مساوئة كانت فرصة كبيرة ليبرهن جمهور كرة السلة اللبنانية أنه أصبح هو كمان بعيد عن الاتحاد. هاشتاج على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي استعملت أكثر من 15,000 مرة للمطالبة بعودة كرة السلة اللبنانية، ويلي نظموا هالحملة هن جمهور كرة السلة وهن متابعينا ومحبينا ويلي بيعطوها الزخم الأكبر. هذا الكامبين بلش من دعوة من كوتش فوضى أبو شقرة، وتدعى كل مشجعين كرة السلة اللبنانية إن كان ممولين، رؤساء أندية، مدربين ولاعبين، انه يحطوا ضغط ما على المسؤولين بهاللعبة، على عرابين هيدي اللعبة، على احد المحطات التلفزيونية. نحن لبينا الدعوة باقل من 12 ساعة. ماني مأكد يعني مين اللي بلش بهالجملة الشهيرة اللي شغلت شارع السلوي، We want Lebanese basketball back. لك هيدي الهاشتاج قدي عملت big effect. هذا بفرجيك قدي اليوم الشباب اللبناني كتير متحمسين لترجع تعود هيدي اللعبة. القيمين على كرة السلة من لاعبين وإداريين أيضا أصبحوا مواكبين للجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، ودخلوا هالحملة إلى جانب الناشطين على هالمواقع. اليوم الدعم إجا معنوي من لاعبين مثل عمر الترك، مثل مازن منيمني، مثل إلي رستم، مثل رودريك عقل، مثل جو عبد النور، مثل علي محمود، كابتن منتخب لبنان فادي الخطيب. اجا كمان الدعم من مدربين مثل كوتش فؤاد، مثل كوتش سلوبودان. اجا دعم من اداريين مثل المهندس تمام الجرودي، المهندس مازن طبارة، الرئيس احمد صفدي، المهندس هشام جرودي. يعني كثير ناس فاتت براسها هيدي الكامبين، لانه it was really the first step بتنعمل ليهز او ليفيق الاتحاد اللي نايم واللي عم بحط
تعديلات، ويا محلى يا محلى القرارات اللي كانوا من قبل. اليوم اللعبة عم تتطور، اليوم نحن وين والاتحاد وين؟ وإذا ما كان في حل نهائي يقدر يحول هاللعبة إلى لعبة محترفة، بعتقد يلي رح نسمعه من أحد الناشطين على هالمواقع هو خير كلمة بتنقال بحق هاللعبة. فازن هذا كان بالنسبة تقريبا لأخبارنا المحلية، بس بعد عنا صفحة الفوتبول من بعد البريك لألينا زميلنا عباس حسن بلقينا، وآخر مرحلة اللي صارت من الدوري اللبناني المرحلة الرابعة من تبعها كاملة مع عباس حسن. منتابع نحن وياكم فيوتشر سبورتس، ومننتقل لصفحة الفوتبول المحلي مع زميلنا عباس حسن، وكانت مليئة يعني فينا نقول هالمرحلة بالأهداف. عباس مساء الخير. مساء الخير فارس، ومساء الخير صبحي، مساء الخير عليكم إن شاء الله يا رب. وعليك. مش بس بالأهداف، كانت مليئة أيضا بالتحولات إذا بدك. في فرق انتفضت، فرق رجعت من بعيد، فرق كانت خسرانة 2-0 بشكل مفاجئ رجعت تعادلت، فرق كانت خسرانة رجعت ربحت، والأبرز الأبرز الأبرز هو النتيجة الكبيرة اللي تحققت بهالمرحلة. 8 أهداف في مباراة واحدة، 7 منهم كانوا لفريق شباب الساحل، وهدف لفريق السلام زغرتا، الأمر اللي أدى إلى إقالة مدرب فريق دوري أنه عامل شغل على الساحل لو بفترة طبيعي. قليلة طبيعي بدون أدنى شك، بس الشغل الكبير مش معناته يخسر 7 للسلام، يعني احترامي للساحل. صحيح صحيح. ومش بالمرداشية، يعني أكيد في ظروف كانت عم ترافق المباراة، على الرغم من أنه شباب الساحل عم يعطي عم يقدم مستوى مميز خلال هالموسم. مع كل حال ما رح كتير نحكي، رح ننتقل إلى ملعب المرداشية، مباراة كان متوقع أنها تكون صعبة على فريق شباب الساحل، ولكن اللي ما كان متوقع أنه تنتهي بهالنتيجة الكبيرة من الأهداف، خاصة وأنه الشوط الأول انتهى بتعادل إيجابي 1-1، وعادة السلام على أرضه بيكون كتير خطر يعني وصعب إذا بدكم، وشباب الساحل كان ضيف يعني متوقع أنه يكون ضيف أيضا إذا بدكم فقيل. أمير الحاف عم يفتتح تسجيل للساحل بالدقيقة 20 من داخل المنطقة، لحظة خروج الحارس الزغرتاوي، سلام بالدقيقة 27 رح يعادل عبر سوري أحمد حاج محمد يلي انفرد وسدد كرة إلى يسار الحارس واستثمر تمريرة متقنة من زميله فادي دوغلاس، النتيجة تصبح 1-1. الساحل بالدقيقة 62 رح يقلب الأمور رأسا على عقب، هذا جمهور فريق سلام زغرتا يحتفل بهذا الهدف. بالدقيقة 62 العاجي لورينيون كريست ريمي برأسه بيسجل الكرة على يمين الحارس الأخير، رح يعزز تقدم الساحل بهدف ثالث. بالدقيقة 66 بتسديدة مثل ما عم تشوفوا على يساره هالمرة للحارس، كانت الكرة بمجهود من وسيم عبد الهادي رائع جدا. أيضا موسى الزيات رح يلعب الكرة، و دايما لورينيون بيسجل هدف جديد بدقيقة 70. أمير الحاف دقيقة 72 الهدف الخامس لفريقه الثالث الشخصي بعد ما تلقى كرة من كريست ريمي، مثل ما شفتوا الحارس رضوان كساب كان عم يلاقي اللاعبين فريق شباب الساحل وجها لوجه، أمير الحاف كان عم يسجل مثل ما قلنا هدف الثالث. الغليون هالمرة اجا ليسجل هدف سادس للساحل من ركلة حرة، الحارس كساب ما أحسن التعامل معها، وبالدقيقة 90 حسن طهماز رح يختتم مهرجان الأهداف مثل ما شايفين بالآخر 10 ثواني من الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المباراة بفوز مهم جدا كان لمصلحة فريق الشباب الساحل بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف، وهي هذه النتيجة الأعلى هالموسم لفريق كمية الأهداف اللي عم تدخل بمباراة واحدة كانت من نصيب فريق شباب الساحل. طبعا بعد هذه المباراة عسيف خليفة تم إقالته بالطرادي كما قيل، ترددت بانه ترددت معلومات بانه سيكون محمود حمود المدرب الوطني هو المدرب المقبل لفريق سلام زغرتا، ولكن هذا الشيء لم يحصل، ومثل ما عرفنا اسم هولندي سيكون على راس الجهاز الفني في تدريب فريق سلام زغرتا. ننتقل الى مباراه ثانيه كانت عم تجمع بين النجمه والمبره يوم السبت، النجمه والمبره كانوا عم يلعبوا على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، مهاجم المبره حسن شحرور رح يفتتح تسجيل لفريقه بالدقيقة 7 لوب من فوق الحارس استغل سوء تقدير مدافع النجمة عبد الناصر حسن بإبعاد الكرة. مدافع النجمة علي حمام بالدقيقة 37 رح يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء بعد الفرصة
لفريق نجمه. الفريق نجمه ضغط على فريق المبره، وعلي حمام مثل ما قلنا تسديدته داخل الشباك ما بيقدر يعمل معه شيء نهائيا. الحارس بالاعاده بالدقيقه 37 بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل عن ضائع من الشوط الأول، رح يسجل علي حمام نفسه الكرة بعد كرة يسارية من حسين حمدان، عرضية على الجهة اليسرى وبرأسه حمام منه مراقب بحط الكرة داخل الشباك. رجا رافع رح يقص شريط الأهداف بعد هالكرة الخطرة على مرمى فريق النجمة. رجا رافع بسجل الكرة داخل الشباك، كان في عرقلة من حارس المبرة محمد فتال لرافع نفسه، ركلة جزاء. المبرة بيقلص الفارق بدقيقة 89 عبر البرازيلي فيليبي برأسية مثل ما عم تشوفوا إلى يسار حمود بعد ركنية لعبها علي فعور. بالإعادة عم نشوف المباراة كانت عم تقترب من نهايتها، اقتنص مهاجم النجم الشاب حسن القاضي مثل ما راح تشوفوا هدف رابع لفريقه، استثمر عرضية كمان من حسين حمدان. المباراة كان عم يقودها الحكم سامر السيد قاسم وعم يعاونه حسين عيسى وبلال الزين، وحسن سلمان كان حكم رابع. الأنصار والرسينج، الأنصار معه نقطتين ويتجه كان إلى مباراة صعبة جدا أمام فريق الرسينج، عنده غيابات عديدة. فريق الرسينج أيضا كان جاي من خسارة أمام بطل لبنان فريق الصفا، الكل كان بيشوف أنه هذه المباراة يجب أن تكون قمة، وبالفعل كانت على الرغم مثل ما قلنا من غيابات عديدة لفريق الأنصار. دخل إلى أرض الملعب باللباس الكحلي فريق الرسينج باللباس الأخضر فريق الأنصار، والحكم حسين أبو يحيى عم بيقود هالمباراة بمعاونة بدر سامر بدر وحسن قانصو وحسين حمية يلي كان حكم رابع. هذا فريق الرسينج عم شوفه أمامنا على الشاشة، قائدي الفريقين. وانطلاق المباراة الكرة مع فريق الرسينج، الضغط بالبداية رح يكون لفريق الرسينج لسينا، كان قريب جدا أن يسجل ولكن لاري مهنا موجود مرة جديدة برأسه لسينا، بتمر الكرة لحسن حظ الحارس إلى جانب المرمى. كيتا اللاعب المصري يدخل في صفوف فريق الأنصار بالشوط الثاني بعد خروج محمد أو عيسى جعفر عيسى مصاب. الهدف من محمد باقر أيوب عم يسجله محمد باقر أيوب العاد إلى المباراة طبعا بعد الإصابة من مسافة بعيدة جدا، يسدد الكرة داخل الشباك ويسجل الهدف الأول. كان الشيء بدقيقة 50 بعد 5 دقائق بيضيع كيتا أو كريم حسن الكرة، ولكن محمود كجوك ما راح يضيع، راح يسجل الكرة داخل الشباك بعد محاولات منه بينه وبين فهد عودي. الكرة داخل الشباك عن طريق اللاعب محمود كجوك، كرة بتتسجل داخل الشباك وفرحة محمود كجوك ونبيل بعلبكي. محمود كان لاعب مميز، عم نشوف اكثر من كره ضيعها محمود، ومن هالكرات اللي ضيعها كانت بالعارضه بعارضه فريق الرسينج، تسديده للرسينج تتخلص من لاري مهنا. من بعدها ايضا الكجوك راح يتعرض لعرقله من زهير مراد، واضحه جدا زهير بيعرقله للكجوك، واضح الكره وين واللاعب وين وزهير وين. ومحمد حمود هو من سيسجل الهدف الثالث بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. إذن النتيجة النهائية 3-0 فوز لفريق الأنصار، رفع بهالشي رصيده إلى 5 نقاط، تعادل أو خسر من الصفا، تعادل مع السلام وتعادل مع شباب الساحل وفاز على فريق الرسينج. تضامن وطرابلس، إذا كان ممكن نقول عن نهار الأحد أنه كان مباريات التعادل إذا بدكم، كان عم يكسر فريق التضامن او فريق طرابلس هالموضوع، وهو الوحيد اللي عم يسجل فوز وان كان صعب جدا خارج قواعده. مش بس خارج قواعده، عم نحكي من طرابلس الى صور، واللي بيعرف كثير منيح فريق تضامن صور بيعرف قديش هو فريق عنيد جدا جدا على ارضه وبين جمهوره. محاولات من الفريقين للتسجيل، فاصل مميز جدا داخل منطقة الجزاء ومحاولات لا تزال الكرات ترفض دخول الشباك من الطرفين، ولكن هذا الشيء مش رح يطول كتير لأنه طرابلس أخيرا رح يسجل بدقيقة 71، يقتنص إذا بدكم عبد الرحمن العكيري هدف المباراة الوحيد. كرة عرضية كان الحارس السوري فضل مسلماني كان عم يخطئ تقديرها مثل ما شايفين،
دخل فيها برأسه وأرسلها إلى الزاوية اليمنى عبد الرحمن العكيري من على باب الصندوق. لا تنتهي المباراة بهالنتيجة، نتيجة مهمة جدا لفريق طرابلس على أرض ملعب صور مع مطالبة هون بركلة جزاء لمصلحة فريق التضامن صور. المباراة قادة جميل رمضان وعاونوا علي المقداد ووليد دمج ومحمد زعتر حكم رابع، رقبة عفيف صقلاوي. وعم نشوف نرجع من أول وجديد، يعني المطالبة فريق التضامن صور بوجود لمسة يد، ولكن هذا الشيء غير واضح. وبالأبرز يعني الأفضل الأكثر أنه ما كان في ركلة جزاء. الاجتماعي والعهد، العهد يعني مباريات عم بيقدمها مستوى مميز عم يكون فيها، مباريات عم يرجع يكون عادي جدا. من بين المباريات اللي كان فيها عادي جدا هي المباراة يلي جمعته مع فريق الاجتماعي بالمردشية. عم نشوف مباراة رح تنتهي بتعادل سلبي نتيجة وأدئان، والعهد يلي عم يغيب عنه إنيكا وحسن شعيتو أيضا، إنيكا المصاب وحسن شعيتو أيضا، وبالتالي يعني فريق العهد عم يدفع إذا بدكم ثمن غياب هاللاعبين. مطالبة من الاجتماعي بوجود ركلة جزاء، محاولات اللاعب تشيكي هون عم بيحاول، ولكن كل المحاولات العهدوية عم تروح بعيدة تماما عن الهدف المرجو وهو تسجيل الهدف بالوقت اللي كان ممكن شوف هدف لفريق الاجتماعي. ومعروف أيضا عن فريق الاجتماعي بس يلعب بالشمال بيكون فريق مميز. رخاء الأهلي علي والصفا، مباراة دايما تكون إذا بدكم قوية وحساسة بين فريقين بيعرفوا كتير بعض منيح. وهالسنة تحديدا فريق الصفا هو بطل لبنان، عم يمرق بمستوى غير سوي إذا بدكم، خاصة بعد المرحلة الأولى يلي على الربح فيها من الأنصار ولكن لم يقدم المستوى المطلوب. عاد وفاز آخر مباراة فاز فيها على الرسينج، ولكن على الرغم الفوز على الرسينج، الرسينج كان الأفضل في المباراة ولم يقدم شيء المطلوب. خضر سلامي غادر مثل ما عرفنا إلى العراق ليلعب هناك، ومثل ما تعرفوا أيضا في أكثر من عرض عم يوصل إلى لاعبين لبنانيين للتوقيع على طبعا كشوفات أندية العراقية. ممكن كتير نسمع أسماء لبنانية تانية، وطبعا ممكن نشوف لاعبين لبنانيين بالدوري العراقي. بنعود الى اجواء المباراه، علي نصر الدين هون كاد ان يخطف هدف في الشوط الاول، ولكن شوفوا بترجع توصل الكره لروني عزار بسدد الكره بتروح بعيده عن مرمى الكاخي، محاوله ومطالبه بركله جزاء ما فيها شيء نهائيا. الكره هون فرصه لداخل منطقه الجزاء، محاوله اذا بدكم منها فرصه بخلصها الحارس، ومن بعدها توصل الكره داخل منطقه الجزاء الى ان ياتي الهدف. بدقيقة 58 بعد الكرة اللي عم ترتطم بالعارضة، عارضة زياد الصمد اللي كان مميز كمان على الرغم من انه مثل ما عم تشوفوا بالشوط الاول لم يعني يختبر بالشكل المطلوب. الشوط الثاني بتيجي العارضة، بيجي الهدف عفوا عن طريق دييغو اللاعب البرازيلي. النتيجة تصبح 1-0 تقدم لفريق لخاء الاهلي علي بدقيقة 58. دربكة كانت داخل منطقة الجزاء، محمد حمود بالدقيقة 67 رح يعزز النتيجة بصير 2-0. من بعدها علي نصر الدين بالدقيقة 77 بسجل إلى أن يحصل فريق الصفا على ركلة جزاء بالدقيقة 87. نور منصور المتخصص بركلات بتسديد الركلات الجزاء بسدد أو بسجل ركلة الجزاء مع اعتراضات على رضوان غندور، ولكن لم تثني هذه الاعتراضات عن الحكم عن قراره. وبالنهاية 2-2 النتيجة النهائية. رضوان غندور عاونوا محمد رميل، حسن فحص وحسام المقدم حكم رابع. طارق العمراتي وزكريا شرارة طردوا بعد المباراة لتلسنهم مع بعض. النجمي أول بثمان نقاط، فرق الأهداف بينه وبين الصفا بثمان نقاط مثل ما شايفين قدامكم. الاجتماعي ثالث بسبع نقاط، الإخاء الأهلي علي رابع بسبع نقاط، العهد خامس بسبعة، وطرابلس السادس بسبعة. ما في شيء بعيد نهائيا.
بين السابع والاول في نقطتين، بين الثامن والاول في نقطتين. راسينج سابع بست نقاط، شباب الساحل ثامن بخمس نقاط فرق الاهداف عن الانصار التاسع، وطبعا هذا المشهد بنشوفه طبيعي اول البطوله. تضامن الصور 10 بنقطتين، سلامه صغرت 11 بنقطتين، المبره بدا نقوص الخطر، مش معناته بعد في وقت، بس اكيد نقوص الخطر بدا عند المبره. شباب الساحل والراسينج بيلعبوا ب 26 شهر الحالي على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالصيدا 2:15، طرابلس والسلام صغرتا ب 26 شهر ايضا على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس 3:30، الانصار والاخاء الاهلي علي بيلعبوا نهار السبت عم نحكي على ملعب بيروت البلدي والساعه 3:30. الاجتماعي والصفا نهار الاحد بيلعبوا على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس 2:15، مباراه تضامن صور بيلعبوا على ملعب العهد 2:15، والعهد والنجم مباراه قمه المرحله الخامسه على ملعب مدينه كمير شمعون الرياضيه الساعه 3:30. هذا بالنسبه لكل الجوله عن كرة القدم، أكيد في أخبار عديدة بعد، ولكن لحظات رح نتوقف مع الإعلان ومنكون مع زميلينا صبحي وفارس لمتابعة فيوتشر سبورتس، خليكم معنا. منتابع نحن وياكم فيوتشر سبورتس. قبل ما ننتقل لصفحة الدولية صبحي الأبرز، كمان فينا نقول عودة رضا عنتر للمنتخب الوطني اللبناني يلي راح يخوض مباراة الإياب قدام الكويت، ونتيجة يعني مطالب المنتخب اللبناني بالفوز بعد تعادل الكويت مع إيران بالكويت وخسارة لبنان قدام إيران بطهران. والأخبار عم تقول كمان أنه صوني سعد رح يكون موجود مع المنتخب. صوني يعني لاعب جيد جدا، بس تعرف وجود رضا، رضا يعني طبعا نفسياً رضا هو القائد العام مثل ما بقولوا للفرقة اللبنانية، لأنه بالفعل تقيل كتير رضا على الملعب بمعنويا وفنيا، وبيعرف يدير يعني الخبرة الكبيرة، وبنعرف انه الجمهور الصيني من يومين كنت عم شوف على يوتيوب هيك بين قوسين فارس، الجمهور الصيني بالالوف بينده باسمه لرضا عنتر لانه هو افضل محترف بكل مال الكلمة معنا بالدوري الصيني. على كل حال يعني بس مباراة اذا بنتذكر مباراة اللي صارت مع الكويت بالكويت، كان لبنان عم يربحها 1-0 بتصفيات كاس العالم، بينما المباراة اللي صارت ببيروت كانوا عم يتعادلوا المنتخبين 2-2، هون تعادلوا 1-1، ومباراة الاياب رح تكون بالكويت مع وفد مثل ما عرفنا اعلامي رح يكون كبير عم بيرافق المنتخب اللبناني للكويت. منتابع نحن وياكم، وصرح مدرب المنتخب المصري بوب برادلي الامريكي لوكاله اس ان تي في انه بيطمح للاشراف على المنتخب المصري بمباراه الاياب قدام غانا بعد الخساره التاريخيه قدام غانا الثلاثة الماضي بذهاب ملحق تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2014، بعده مستقبل المدرب بوب برادلي محل النقاش وتحت علامه استفهام كبيره. برادلي ما اخفى بالمقابله الخاصه انه بيامل انه يبقى على راس الجهاز الفني بمباراه الاياب. الاتحاد المصري مطالب بدفع مبلغ 366 الف دولار بحال الاستغناء عن برادلي اللي بينتهي عقده الشهر المقبل، وبالتالي فمن المستبعد دفع الشرط الجزائي، بس من المحتمل انه ما يكون برادلي المشرف على المنتخب بمباراه الاياب. غانا طالبت بنقل مباراه الاياب لبلد محايد بداعي الاسباب الامنيه اللي عم بتمر فيها مصر، وبرادلي بيقول بانه القرار الاخير بيرجع لوزاره الرياضه والمسؤولين المعنيين. ما بقدر اقول بانه طلب غانا بنقل مباراه لبلد اخر دافعوا اسباب امنيه بحته، رح يجربوا انه يسيروا الامور لصالحهم. وجرت بمصر عده مباريات بدوري ابطال افريقيا باخر اشهر من دون مشاكل ومن دون احداث، وبالتالي هيدي حالات من اختصاص وزاره الرياضه واجهزه الامن والشرطه، وبالتالي القرار الاخير منه بايدي، هيك عم بيقول بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري. فارس هون بدنا نقول كمان انه الاهلي المصري ربح على كوتون الكاميروني وقدر انه يفوز ويروح بالركلات الترجيحيه على المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، والارجح انه يواجه فريق تونسي بال لا رح يواجه فريق اورلاندو بايرتس. اورلاندو خسر تعادل برات ارضه واحد مع الترجي، يعني طلع برا. كنا حابين يكون نهائي عربي بس هيك هلا بنضلنا مع الاهلي، هيك بنشجع الفريق المصري. هذا المهم. على كل حال منتابع نحن وياكم مع الدوري الالماني وفريق بايرن ميونخ عم بتابع صدارته، فريق البايرن اللي كان بحقق نتيجه كبيره على حساب فريق ماينتس بنتيجه 4-1، والكل راضيين عن مين؟ عن جوارديولا. بايرن ميونخ وبعد خطا دفاعي كان فريق ماينتس عم بيتقدم بهالمباراه 1-0. بعد المباراه المدير الفني لفريق ماينتس يعني شبه فريقه
وكأنه سيارة عادية عم تمشي مع سيارة فراري، انه كيف بدها تمشي بوجود فريق مثل البايرن ميونخ. روبن عم بيعدل النتيجة 1-1 لاعب الهولندي الدولي، ومن بعدها فريق بايرن ميونخ رح يستعرض، و 2-1 عن طريق مولر اللاعب الالماني الدولي. ومثل ما كان عم بيقول اوليفر كان انه هو مستعد يراهن انه المانيا بطلة كأس العالم نظرا للقوة الضاربة الموجودة بفريق بايرن ميونخ. مانزوكيتش 3-1 عم بيضمن النتيجة، وميلر 4-1 كان عم بيختتم مسلسل الأهداف. دورتموند من جهته كان عم بفوز 1-0 وعم بخلي الفارق يعني مع البايرن نقطة واحدة. مثل ما عم نلاحظ دوري الألماني لهلأ المنافسة بعد 9 مراحل كتير قوية، لأنه الفرق نقطة واحدة بين البايرن، بين دورتموند وبين ليفركوزن. هيدا بالنسبه لدورتموند وبالنسبه لباير ليفركوزن. بايرن ميونخ اول مثل ما قلنا 23، 22 دورتموند، 22 ليفركوزن، هرتا برلين 15 وشالكي 14 نقطه. باسبانيا وقبل مباراه الكلاسيكو واصلا قبل المواجهات مع الفرق الايطاليه بالتشامبيونز ليج بكره وبعد بكره، كانت الامور شوي صعبه على برشلونه وكمان على الريال يلي قدر يربح 2-0 على ملقا، ولكن فارس ما كانت سهله ابدا المباراه على الفريق المدريدي. برشلونه كان عم بيتعادل، البارسا يلي تعادل مع اوساسونا 0-0 ومع فرص ضايعه بالجمله، ولكن البرشلونه بقي متصدر. وبتبقى مباراة الكلاسيكو فارس نهار السبت القادم ب 26 الشهر، هي المباراة الفصل، لأنه بعتقد أنه الفارق هلأ عنده فرصة أنه الريال يقلص الفارق أكثر، خصوصا أنه الفارق 3 نقاط حاليا، وبارسا بعده متصدر ب 25 نقطة، أتلتيكو مدريد ثاني، ريال ثالث، فيا ريال رابع، وخيتافي بالمركز الخامس. منتابع نحن وياكم. وبانجلترا فريق الارسنال واوزيل مع الارسنال ما حدا عم بيهدي هالفريق، عم بيرجع لنغمه الانتصارات وانفرد بصداره الدوري الانجليزي بفوزه على نوريتش 4-1 بوقت ليفربول كان عم يتعادل مع نيوكاسل بنتيجه 2-2، هدفين لاوزيل. مانشستر سيتي عم بيصعد للمركز الرابع بفوزه على ويستهام 3-1، وكمان مره علامه استفهام حول اداء مانشستر يونايتد ومديره الفني ديفيد مويز يلي المباراة عم تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 قدام فريق ساوثهامبتون، والمانشستر منه بحالته الطبيعية أبدا. أرسنال 19، تشيلسي 17، ليفربول 17، مانشستر سيتي 16، وتوتنهام هوتسبيرز 16 نقطة. فارس هون بدنا نقول انه كمان بدايات أليكس فيرجسون بوقتها مع المانشستر كان كثير عم ينتقد، وهو كان جاي من انتصارات عديده ببلده سكوتلند، ووقتها وصل على انجلند كان عم ينتقد. ميلان كان عم يفوز، اي سي ميلان عم بيحقق فوز صعب على ضيفه اودينيزي 1-0، كالياري عم يفوز على كاتانيا 2-1، توريبو عم يتعادل مع انتر ميلان 3-3، والابرز هو فوز فيورنتينا على جوفنتوس 4-2. هيدي ابرز النتائج بالدوري الايطالي للفوتبول، واكيد يعني كمان بهيدا الاسبوع بايطاليا يلي صار هو اصابه توتي لاعب روما لعيب حوالي الشهر على الملاعب، وروما يلي قدر يربح على نابولي على الفريق روما 8-8 لهلا بايطاليا. صحيفة سان الإنجليزية قالت إنه رونالدو عم يتعلم فرنساوي. ليه عم يتعلم فرنساوي؟ لأنه يمكن ينتقل بانتقالات الميركاتو لفريق باريس سان جيرمان. أكيد هيدا أخبار وما رح يستغني عنه ريال مدريد أبدا لكريستيانو رونالدو. وقالت الصحيفة إنه رونالدو عم يستعد لمغادرة نادي الملك الموسم المقبل، و 150 مليون دولار العرض رح يكون بالنسبة لكريستيانو رونالدو. هيدا بالنسبة للنجم البرتغالي. بس بدي أذكر أنه اليوم تم عملية سحب قرعة الملحق الأوروبي، وكل كيلو ناطرين إذا رح يطلعوا فرنسا والبرتغال مع بعض. فرنسا مهمتها نوعا ما أهين مع أوكرانيا، بينما البرتغال رح يطلع لها زلاتان إبراهيموفيتش، رح يطلع لها منتخب السويد. يعني للأسف زلاتان أو رونالدو واحد منهم رح يكون خارج العالم 2014. كمان هون بدنا نقول فارس انه بالاخبار الدوليه والسريعه، ريال مدريد وباريس سان جيرمان رح يلتقوا باول مباراه بال 2014 تنلعب
هي بقطر باثنين كانون الثاني بقطر بعد عيد الميلاد وراس السنه. يعني 2 جانوري رح يكون موعد لكل محبي الرياضه بالعالم العربي، لانه باريس سان جيرمان وريال مدريد على ملعب عربي بقطر، وهذا هن كانوا التقوا قبل بتموز الماضي. اللبنانيه كثير عم بيروحوا يحضروا، اللبنانيه اكثر من اكثر من اي جمهور ثاني، لانه عم يعشقوا السفر، وهيدي شيء جديد عم يفوت على لبنان السياحه الرياضيه. على كل حال اخر بريك اعلاني ومن بعده منتابع. منتابع نحن وياكم مع القسم الاخير. الاثيوبي تيديسي تولا وولد جبريل كان عم يحرز ماراثون بكين يلي جرى وقدر يحرز المركز الاول، وعند السيدات الصينيه زانغ لين لين كانت عم بتفوز عند السيدات. فاذا بكين كانت عم تستضيف ماراثون، والماراثون بتعرفوا الاف والالاف من العدائين والعدائات يلي كانوا عم بيشاركوا بهالماراثون يلي بتمتد مسافه ل 42 كيلومتر و195 متر، وسباق نصف ماراثون وسباق 10 كيلومتر وماراثون مصغر. واصبح ماراثون بكين عم يجذب كبار الاسماء من وقت ما اعتمد من قبل الاتحاد الدولي لالعاب الكوع، واول نسخه منه كانت عام 1981. انطلق السباق الساعه 8 صباحا بتوقيت بكين، وكان الاثيوبي تيديسي تولا وولد جبريل الاول من بلغ خط النهائي بساعتين 7 دقائق و6 ثواني. تيديسي كان هو الفايز ببرونزية بطولة العالم الأخيرة بموسكو، ونال جائزة مالية حوالي 400,000 دولار لتحطيمه الرقم القياسي لهالسباق. الكيني برنارد كيروب حل بالمرتبة الثانية بفارق 3 ثواني عن الفايز، والكيني رينو دانييل كان بالمركز الثالث. سباق السيدات فازت فيه الصينية زانغ لين لين بساعتين 31 دقيقة و19 ثانية، وهي المرة 22 اللي بتفوز فيها عداءة صينية بهالسباق. العالم الكرة الصفراء والتنس اللعبة الكلاس كتير والحلوة، فازت سيمونا هلب بلقب بطولة كأس أليك كريملين للتنس بتغلبها على الأسترالية سامانتا ستوسور بنتيجة 7-6 و6-2. سيمونا المصنفة 18 عالميا واجهت الأسترالية سامانتا ستوسور بالنهائي كأس الكريملين نهار الأحد، واكيد هاللقب هو الخامس بمسيرتها، واكيد بترتفع للمركز 15 عالميا بترتيب الاتحاد الدولي للعبات المحترفه. منضل مع التنس والمره عند الرجال. الالماني المخضرم تومي هاس احرز لقب بطوله النمسا المفتوحه. هاس كان عم يتغلب على الهولندي روبن هاسي بنتيجه 6-3 4-6 و6-4. هاس كان مصنف بالمركز الثاني بالبطوله، وسبق انه فاز بهالبطوله قبل 12 سنه، كما انه هيدا اللقب هو ال 15 بمسيرته الحاليه من الالقاب الكبرى. وبالفوز بيكون الالماني 35 سنه حافظ على امل المشاركه ببطوله لندن الشهر المقبل باخر بطولات الموسم اللي عم يشارك فيها اول 8 بالعالم. كمان صبح رح نضل بس رح نتابع مع الناسكار. الناسكار اكيد يعني فارس كان عم بيصير سباق الناسكار نهار الاحد ب 20 اكتوبر بامريكا. هالسباق يلي مثل العاده بيكون فيه كتير حوادث. سائق جديد هو أوستن ديلون عم بيسيطر على متن سيارته باللفات الاخيره. هيدا السباق السادس للناسكار 500، واكيد مثل ما قلنا صار نهار الاحد بالاباما بالولايات المتحده الامريكيه. وعم نتابع هالمشاهد الغريبه من سيارات، يعني هيدا النوع من السباقات فارس بعد عنده جمهور اكبر من الفورمولا 1 بامريكا بعتقد. خلينا نسمع اصوات السياره. Casey Mears, 13. Edwards looking for a little help in the bottom lane. Leading. Here's the first move. Oh, oh, trouble. Dillon gets turned around into the middle of the pack. Casey Mears is the one that hit him. Caution is out. Race is over. Carrying the colors of Auburn University, his sponsor with a big relationship with the school, is going to take War Eagle to the finish line first. Jamie McMurray wins at Talladega. Yeah, that's the chance that got him loose.
يعني منيح اللي انتهى بس بهالطريقه، لانه دائما حوادث النسكار بعض منها بيكون حوادث مؤذيه كثير. ترى بالدراج الاسباني خورخي لورينزو من مواطنه مارك ماركيز بصداره ترتيب فئه البطوله جي بي بعد فوزه بلقب سباق جائزه استراليا الكبرى الجوله 16 من بطوله العالم للدراجات الناريه على حلبه فيليب ايلاند. النتيجه كانت مثاليه بالنسبه للورينزو اللي انطلق من المركز الاول وحافظ على هالمركز حتى خط النهايه وتقدم على الاسباني داني بيدروزا دراج هوندا اللي اجى بالمركز الثاني. اما المركز الثالث بالسباق فكان نصيب الايطالي فالنتينو روسي سائق ودراج الياماها. وهيك عم نشوف كمان رياضه ميكانيكيه بس مع الدراجات الناريه. لهون نوصل فارس لختام حلقتنا لليلة، مثل ما تابعتوا معنا الأبرز كانت زيارة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي والمقابلة اللي أجراها تلفزيون المستقبل وأجراها الزميل حسام زبيب ومنسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل والمشرف العام على البرامج الرياضية بالفيوتشر. وأكيد كنت أنت كمان تابعت المؤتمر الصحفي فارس للشيخ أحمد، ومنقول له مبروك على الوسام يلي أخذه، وإن شاء الله بركي لبنان بغار من الكويت وبنعمل تعديلات للباسكت لنرفع العقوبات كمان. أجعل شكرا لك صبحي، شكرا لكل يلي رفقونا. موعد جديد على راد الخميس المقبل، أطيب التحيات.